كلنا لما كنا صغيرين كان اي حد يقول لك وريني عضلاتك تروح اعمل كده، زي ما يكون هو البايسبس هو ده رمز القوة عند الرجالة. لما بيكون حجم الدراع عريض وكبير بيدي احساس فعلا بالفخامة وبالقوة. تعالوا النهاردة هنتمرن تمرين باي وتراي، حلو قوي تنفع لكل الناس، يلا بينا. اول حركة اساسية معانا هتشغل الباي كله، شورت هيد ولونج هيد، هو بار او دمبل. شرط اساسي يكون قاعد جنبك. التمرين اللي بعد كده هيكون ارتكاز بالبار علشان نستهدف الشورت هيد. اخر حاجه في تمرينه الباي هنلعب حركتين في مجموعه واحده. هتمرن علشان اركز على اللونج هيد، انكلاين دمبل، وكوعك ما يتحركش من جنبك. هتخلص بدون راحه هامر. طبعا الوزن لازم يكون متوسط، ما يكونش تقيل. كده احنا خلصنا الباي، تعالوا بقى نفجر التراي. اول حركه في الترايسبس بكل بساطة هي المسطرة، كوعك جنبك. هو الشطارة ان انت تحس ان انت بتمرن عضلات الترايسبس. ثاني تمرين هيكون دمبل اوفر هيد علشان نركز على الجزء العضلة الكبيرة في التراي. بلاش بقى تشيل وزن تقيل لدرجة ان انت تأذي كوعك وتبقى مش عارف اصلا تلعب بمدى حركي كامل. تراي بوش داون بالحبل، بنزل وحاول كده يبقى دراعي نازل لتحت قدامي. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وابعت قولي عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. اشوفك بخير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.